يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذه القاعدة النية في اليمين تخصص العامة ولا تعمم الخاص إلا في اليمين عند القاضي؟ والله هذا شيء ما أعرف الكلام هذا، لكن الفقهاء يقولون في باب جامع الأيمان، باب يسمونه جامع الأيمان، قالوا يرجع في اليمين إلى نية الحالف، هذا أول شيء، فإن لم يكن له نية فيرجع إلى سبب اليمين، وش اللي هيجها وسببها، فإن لم يكن هناك سبب يرجع إلى العرف، إلى الاسم العرفي، فإن لم يكن فإنه يرجع إلى ما ينطبق عليه الاسم، لأن الحقائق عرفية ولغوية وشرعية عندهم. نعم.